بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من جديد من فقرات تعليم اللغة الفرنسية مع كتاب يليغ إي كومبخوندغ. لازلنا مع هاد الصوت ي ي تماما كما رأينا مع كلمة لو شيان. واسي مون بتي شيان، واسي مون بتي شيان. إذن طبعا كنا قد توقفنا مع هاد المقاطع اللفظية وهاد الكلمات. إذن كما رأينا يا بيا غيا غيا فيا يسي لوسيان لوشيان سيبيان لوشيان سيبيان. إذن عندنا أولا يا bien bien. Rien, rien, rien. Viens. Viens ici, viens ici. Lucien. Lucien.
سيبيا سيبيا سيبيا. سيبيا سيبيا. ثم ننتقل إلى هذه الصور وهذه الكلمات. Nous prenons la première image et nous posons la question qui est-ce? Qui est-ce? Regardez bien. On n'a pas posé la question qu'est-ce que c'est? On a posé la question qui est-ce? Qui est-ce? C'est le mécanicien. C'est le mécanicien. C'est le mécanicien. C'est le mécanicien. Sien. Yeah. Yeah. C'est le mécanicien. Et dans notre cas, le mécanique, nous prenons la deuxième image et on pose la question, qu'est-ce que c'est? Nous prenons la deuxième image et nous posons la question, qu'est-ce que c'est? C'est un meuble ancien, ancien. Un meuble ancien. Et d'un aïdan, atatun qadim. Atatun qadim. Un meuble ancien. Ancien. En, en, sien, sien. Ancien. Nous passons à la troisième image et nous posons la question, qui est-ce? Et nous posons la question, qui est-ce? C'est un Indien. C'est un Indien. Un Indien. Hindi. Un Indien. إذا نتكلم عن هندي. نتحدث بالخصوص هنا عن الهنود الحمر. نتحدث هنا عن الهنود الحمر. في الحقيقة كان يعتقد بأنهم هنود. لذلك أطلق عليهم هذا الاسم. في الحقيقة نتكلم هنا عن سكان أمريكا الأصليين الذين تمت إبادتهم طبعا. هنا فقط تسمية لأن الأوروبيين كانوا يعتقدون بأنهم هنود. هذه التسمية جاءت من اعتقاد الأوروبيين بأنهم وصلوا إلى قارة هندية وبذلك سموا هاد الأشخاص بالهنود. فالحقيقة نتحدث هنا عن سكان أمريكا الشمالية الأصليين. إذن على كل حال نمشي مع التسمية. Un Indien. Et enfin, on a la dernière image. Nous posons la question, qui est-ce? C'est un musicien. C'est un musicien. Et dans notre cas, musique. Est-ce ton taq kazed? L'anna toujed bin de voyelles. Adnana u. من جهة أخرى عندنا إي إي إي. إذن طبعا إس ستنطق في هذه الحالة كزاد. أن ميزيسيان أن ميزيسيان. إذن نتكلم عن موسيقي. أنسوت نو برونو سو باراغراف إي نو برونو لا بروميير فراز. فوتي أون بوم؟ نو ميرسي جو نو فو ريان. فوتي طبعا عندنا هنا لو فيغ فولوار. قلنا لو فيغ فولوار فعل أراد. جو فو أنا أريد. تي فو أنت تريد. كما عندنا فوتي لأن السؤال غنقلبو الفعل مع الضمير فوتي هل أنت تريد. أما عندما تكون جملة مطروحة بشكل عادي ليس فيها سؤال
إذن سنقول تيف أنت تريد أو أنت تريدين. Il veut هو يريد. Nous voulons نحن نريد. Vous voulez أنتم تريدون. مثلا Nous voulons une pomme نحن نريد تفاحة. ثم Vous voulez أنتم تريدون. Vous voulez une pomme أنتم تريدون تفاحة. Ils veulent هم يريدون. Ils veulent un verre d'eau. Un verre d'eau. Ils veulent un verre d'eau. إذن هم يريدون كأس ماء مثلا. في السؤال نقول veux-tu une pomme؟ هل أنت تريدين تفاحة؟ هل أنت تريد التفاحة؟ La réponse sera non. Merci, je ne veux rien. إذا الجواب يكون non, لا. Merci, شكرا. Je ne veux rien. أنا لا أريد ولا شيء. كان ممكن يكون الجواب je ne veux pas. Non, merci, je ne veux pas. أنا لا أريد. Je ne veux pas. أنا لا أريد. ولكن هنا استعمل الجواب التالي je ne veux rien. أنا لا أريد ولا شيء. إذن rien, لا شيء. Nous passons à la deuxième phrase. إذن نمر إلى الجملة الثانية. C'est bien. C'est bien. إنه جيد. Ce n'est pas bien. ليس بجيد. C'est mal. إنه سيء. C'est bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est mal. C'est bien. Yeah. Yeah. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas. Ce n'est pas. Laissa. Bien. جيد. كمان نقول هذا ليس جيد. Ce. بحالة تنشير لشي حاجة. Ce. هذا. N'est pas. ليس. Bien. جيد. Ce n'est pas bien. هذا ليس جيد. C'est mal. هذا سيء. كما نقول بمعنى آخر إنه سيء. إذن هاد سي هذا الأصل ديالها عندنا سو يعني هذا. سو هذا. ست هذه. ثم عندنا ست هي هاد سو. ولكن تنزيدو لو حطي ملي تتكون الكلمة اللي غتجي موراها مبدوءة بإن فويال بحالاش مثلا نقول ستوم هذا الرجل طبعا هاد اش لا تنطق وبالتالي غتكون عندنا هاد او كأنها هي الأولى إذا سنقول ستوم في الأصل كانت سو أوم ولكن غتجي تقيلة ديما فاش يتلاقاو عندنا دو فويال تيكون النطق شيئا ما صعب إذا لتسهيل النطق إذا طبعا يا إما أننا نحذف هاد أو غتولي عندنا الصوم أو أننا نضيف حرف آخر مثلا هنا سنضيف الطي المتفق عليه أن يضاف الطي أن تضاف حرف طي لتقرأ ستوم ستوم هذا الرجل إذا هاد ست هي هاد سو للمذكر طبعا للكلمة المذكرة ولكن تكون مبدوءة بإن فويل أما هاد ست أصلا هي تنطق مثل هاد ست إذا طبعا نقول مثلا ست في مثلا ست في هذه البنت أما بالنسبة للمذكر نقول سو غارسون هذا الطفل إذا عندنا سو عندنا ست سو للمذكر هي وهاد ست ثم عندنا هاد ست للمؤنث ثم عندنا سي طبعا الجمع نتكلم عن الجمع نقول مثلا سي غارسون طبعا نضيف اس خاصة بالجمع سي غارسون هؤلاء الأطفال أو نقول سي في نضيف اس خاصة بالجمع هؤلاء البنات إذا هاد سي تستعمل المؤنث في الجمع وتتستعمل أيضا للمذكر في الجمع إذا عندنا سو عندنا سو وعندنا
ست هذه للمذكر، ثم عندنا ست للمؤنث، ثم عندنا سي للجمع. طبعا المؤنث والمذكر. طبعا عندنا هنا سو، هي هاد سو، نقول سو هذا، ما غنقولوش سو غارسون، سنقول سو اي بيان، هذا هو جيد، هذا هو جيد، هذا جيد. طبعا اه مع اه نحذف الاولى ونضع ابوستروف، اذا نقول سي بيان، هذا جيد تماما كما عندنا هنا. سوني با بيان، هذا ليس جيد، سي مال، هذا سيء. روغارد بيان، انظر جيدا، شيرش، ابحث. تي نو فوا ريان، انت لا ترى ولا شيء. تي نو فوا ريان، انت لا ترى ولا شيء. اذا نقول لشخصين روغارد بيان، سي لو فيرب روغاردي بيان سور كونجيغي ا لامبيراتيف. اذا عندنا فعل روغاردي، فعل نظرة، كونجيغي مصرف ا لامبيراتيف في الامر. روغارد بيان، اذا انا امر شخص، نقول له روغارد بيان، انظر جيدا، شيرش. هنا سي سي لو فيرب شيرشي كونجيغي دو لا ميم فاسون ا لامبيراتيف. اذا عندنا فعل شيرشي مصرف بنفس الطريقه في الامبيراتيف في الامر، نقول له شيرش. روغارد بيان، شيرش. تي نو فوا ريان، طبعا هنا عندنا سؤال. تي نو فوا ريان، طبعا عندنا هنا لو فيغ فواغ، هنا سي لو فيغ فواغ او بريزون، تي فوا، انت تنظر. تي فوا، انت تنظر. جو فوا، انا انظر. تي فوا، انت تنظر. إيل فوا، هو ينظر. نو فويون، فو فويي، إيل فوا. نو فويون، نحن ننظر. فو فويي، أنتم تنظرون. إيل فوا، هم ينظرون. في الباسي كومبوزي نقول جي في، جي في، أنا رأيت. جي في، أنا رأيت. تي أفي، أنت رأيت. إيل أفي، هو رأى. نو زافون في، فو زافي في، إيل زون في. هذا في الباسي كومبوزي. أما في البريزون، في الحاضر، فنقول جو فوا، تي فوا، أنت تنظر. تي نو فوا ريان، أنت لا تنظر ولا شيء، أنت ما تتشوف والو. روغارد بيان، روغارد بيان، شيرش. تي نو فوا ريان، نو برونو لا كاتخيام فراز. دو فيان تي، دو فيان تي، دو فيان تي. طبعا عندنا لو فان فونيغ، هنا سي لو فيرب فينيغ، فعل أتى. عندنا هنا دو أو، دو أو، من أين؟ دو أو، من أين؟ فيان تي، أنت تأتي. فيان تي، أنت تأتي. أنت من أين تأتي؟ بمعنى آخر، منين جيت أنت؟ دو فيان تي، دو، دو فيان تي. طبعا عندنا هاد أو ديال المكان كما تنشوفو فوق منه واحد لاكسون، هادي ماشي ديال أو، هذا أو هذا، أ أو بي، أ أو بي، أ أو بي. أما هاد أو عندها هاد لاكسون، أو اللي عندها أكسون تتعني المكان، تعني أين. دو فيان تي، من أين أنت أتيت. هنا طبعا في الحقيقة من أين تأتي أنت، أنت من تجي، ولكن المقصود بها من أين أتيت. في الجواب نقول جو فيان دو لا فيل، جو فيان دو لا فيل، أنا آتي من المدينة، أنا جيت من المدينة. جو فيان دو لا فيل، أنا أتيت من المدينة. دو فيان تي، جو فيان دو لا فيل، دو فيان تي، جو فيان دو لا فيل، جو فيان دو لا فيل، جو فيان دو لا فيل، أنا آتي من المدينة. لو بريزون طبعا كما سنرى أنه يستعمل في الكثير من الحالات للدلالة على الماضي، خاصة في القصة. إذا كما عندنا هنا تماما، دو فيان تي، من أين أنت تأتي، المقصود من أين أتيت. جو فيان دو لا فيل، أنا آتي. دو لا فيل، من المدينة، المقصود بها هنا أنا أتيت من المدينة. جو فيان دو لا فيل. إي نو برونون فا لا ديغنيغ فراز. Ce livre
n'est pas le tien. Ce livre n'est pas le tien. Ce livre n'est pas le tien. هذا الكتاب ليس لك. حنا تنقولوا بالدارجة ديالك. Le tien. ديالك. Le mien ديالي. Le sien ديالو. كما ذكرنا. إذن ce livre n'est pas le tien. هذا الكتاب ليس لك. C'est le mien. إنه لي. هذا ديالي. إنه ديالي. Le mien. Ce livre n'est pas le tien. C'est le mien. Noïd, veux-tu une pomme? Veux-tu une pomme? Veux-tu une pomme? Non, merci, je ne veux rien. C'est bien, ce n'est pas bien, c'est mal. Regarde bien, cherche. Tu ne vois rien? D'où viens-tu? Je viens de la ville. Ce livre n'est pas le tien, c'est le mien. طبعا نستكمل الفقرات القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.